مشاهدينا، أحيا الموسيقار العراقي مصطفى زاير عرضا موسيقيا مميزا بتنظيم من مشاقل الفنون وبالتعاون مع جمعية فرق البحرين الموسيقية يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر في فضاء مشاق للفنون. مشاهدينا خلونا نتابع هذا التقرير الجميل وراجع لكم من جديد. يعتبر النقاد قيصر العود مصطفى زاير أحد أهم عازفي العود في الوطن العربي بين أبناء جيله، وقدم خلال الحفل باقة من أهم أعماله الموسيقية بالإضافة إلى أعمال جديدة أخرى أسمعها الجمهور لأول مرة يستعرض فيها موهبته المذهلة في العزف والتأليف. هذا الحفل بإشراف بسمة البناء وبمشاركة نخبة من أهم الموسيقيين البحرينيين.